فيديو النهارده رايق للناس الرايقه الناس اللي بتحب كده تعمل تغييرات في البيت بسيطه وسهله ومش مكلفه وتعمل اجواء مختلفه السلام عليكم وهلو هلو مساء الهنا على احلى اميرات امارات وحشتوني طبعا يا رب تكونوا بخير النهارده وكل ايامكم سعاده وفرح يا رب اللهم امين واهلا بيكم زي ما اتعودنا في نفس الميعاد معانا افكار حماسية جدا دايما تدينا كده باور لي يومنا. النهارده معانا افكار لذيذة قوي لاعادة التدوير وتعملوا ديكورات لبيتكم بس قبل ما نشوف تفاصيل السيده اللذيذه اللي معانا النهارده لازم ارحب بتعليقاتكم بكلامكم الجميل اللي دايما كده بتنوروني بجد بوجودكم حبيبتي الجميله احلى صافي بشكرك يا قلبي وكمان احلى نوده دايما منوريني حبيبتي نسيمه الجميله احلى تحيه ليكي واحلى سعاد احلى سوسو الحمد على سلامتك يا رب دايما تكوني في افضل حالي قلبي كلكم بجد على راسي من فوق وفي قلبي من جوه فبشكركم على وجودكم تنسوش النهارده كمان اللايك بتاعكم وتعليقكم واكيد اشتراككم حاجه هتفرحني قوي سبسكرايب لتحت الفيديو ولو اول مره تكتبي كومنت ما تنسيش تكتبي اسمك علشان ارحب بيك في الفيديو الجاي باذن الله يلا بينا ندخل في تفاصيل الفيديو معانا سيده تركيه لذيذه بجد هتقدر ان هي تعمل تغيير في البيت حقيقي كل حاجه حوالينا ينفع ان احنا نعمل منها افكار كتيره قوي وما تبقاش مكلفه والشغل كمان بيبقى سهل يعني مش هياخد منك وقت وبتبقي حتى يعني وقت فراغك استغلتيه في حاجه تكون لذيذه النهارده معانا السيده بدات تعمل شويه افكار ديكورات اول فكره طبعا شفتوها التابلو اللي فات اللي من الخيوط حاجه مختلفه كده وبسيطه وكمان الفكره الثانيه اللي احنا قلنا العجينه اللي هي الاير تقدروا ان تشتروها بكل سهوله من المحلات او من على السايتس الاونلاين وتقدروا تعملوا بيها اشكال مختلفه وديكورات هنتابع ليها كذا تفاصيل خلال الفيديو زي ما شفتوا كده افكار الغطا الحلوه قوي اللي بدات تعملها زي التارت كده وتحط عليه الفواكه وكمان الفكره التانية اللي بدات تعملها ساعه مختلفه دايما احنا بندور على الحاجه الجديده لما يكون عندك ديكور شكله مختلف في البيت هو ده الجمال في حد ذاته مهما كان بسيط او عملتيه من اعاده التدوير يعني حاجه ما تبقاش منتشره قوي فتقدري ان انت تخلي بيتك شكله افضل دي فكره ساعه برضو من نفس العجينه اللي احنا بنقول عليها اللي بدات تعملها وبتركب فيها طبعا جهاز الساعه ده بتشتروه من محلات الساعات عادي تقدروا ان انتوا تركبوه وطبعا يعني تبدعوا باشكال الساعات حاجات كتيره قوي تقدروا تعملوها بنفس الفكره دي كمان برضو غير فكرة العجينة اللي تقدروا تشكلوا بيها دي أفكار الجبس طبعا بصوا الجبس ده يعني من الحاجات الرخيصة قوي اللي ممكن تشتروا منه كمية وتقدروا بس بشوية مية تعملوا أشكال كتيرة زي مثلا الفكرة دي برضو مش تقليدية عارفين شبه السلايم كده الأولاد بتلعب بيه ولما بيسيبوه شوية بيبدأ إن هو ينزل كده ويأكله سايح هي نفس الفكرة بالظبط قطع الديكور لذيذه تقدري تحطيها علي الرفوف علي المكتب علي التربيزات ممكن تزينيها بأي زينه يعني شفتوا هي فكت القطع الصغيره اللي بتلمع دي من علي كوره كانت موجوده قديمه عندها تقدروا تقصوا الاسطوانات السيديهات آه, تقدروا تعملوها بأي زينه ان كانت بأي تراصات ان كانت فكره حلوه جدا ولذيذه قوي كمان فكره تانيه من آه, برضو الجبس ان انتوا تقدروا تعملوا الاكياس وتحطوا فيها العجينه بتاعت الجبس وطبعا بتعملوها بالشكل ده لحد ما بتنشف فبتاخد الشيب اللي انتوا بدأتوا ان انت تحطوها فيه فبتعملوها زي مثلا كوستر ممكن تعملوها زي طفاية او قطع ديكور طبعا هي عاملاها بألوان مختلفة حطت فيها كوبايات اكسسوارز حطت فيها شمع يعني هتمشي معاكي في افكار كتيرة ومش شرط ان انت تلونيها يعني انت ممكن تستخدميها على اللون الابيض الاصلي بتاعها برده هيكون شكلها لذيذ قوي يعني عشان برضو لو انتوا مش عايزين حاجة تكون مكلفة فكرة برضو كمان من الجبس والبالونات اللي زي البامكن كده اللي تقدروا تضيفوه كمان في ديكورات الشتاء والخريف بتاعتكم برضو فكرة حلوة قوي واللذيذ ان هي خلت الشيب ينشف وهي حاطه فيه الجزء بتاع الشمعة عشان لما يطلع بعد كده يبقى المكان بتاعها موجود فكرة كمان برضو ان هي عملت زي استاند حلو قوي للشموع طبق عادي بلاستيك بتدهنوه بس الاول زيت وبتبدأوا تحطوا فيه الخليط بتاعكم وتثبتوا هي جابت زي مواسير كده صغيرة أسطوانات صغيرة قصتها أطوال مختلفة وبدأت إن هي تثبتها وفي الآخر بدأت إن هي تحط فيها الشموع كمان برضو فكرة تانية لستاند الشموع لو حابين بقى تخلي كل شمعة لوحدها قطع كده منفصلة هي بدأت تعملها برضو من البالونات بتحط الخليط في البالونة وبدأت تجيب اللي هي الاسطوانة اللي هتبدأ ان هي تحط فيها الشمعة تاخد نفس المقاس بتاعها والشكل لسه بينشف وبعدين بتطلع بقي في الاخر البالونه بتاعتها وبتبدا ترجع تاني الاسطوانه لمكانها اللي بدا ياخد الشيب بتاعه اه زي ما قلنا بقي تستخدمي الوان سبريت تسيبيها علي لونها تقدري تعملي اي حاجه وفي الاخر بتطلع فكره مختلفه بجد ومش تقليديه خالص فكره كمان برضو كنا دايما بنقول عليها وكنت بقولكم افكار ليها بس يعني انا حبيت الفكره بتاعتها المره دي للسيده دي لانها ممكن حاجه تكون موجوده عندنا واحنا مش اخدين بالنا زي فكره مثلا الطاجن الفخار ممكن يكون عندك واحد مش بتستخدميه فممكن ان انت تستخدميه فكرة زي دي بدل ما نعمل البولة او قلت لكم تستخدموا حاجة تتحمل الحرارة شوية ففكرة الطاجن دي كانت حلوة قوي طبعا هي غيرت اللون بتاعه اللون ابيض يمشي مع الديكورات والالوان بتاعتها وبدأت تحط جواه ورقة فويل والجزء اللي عملته جوه شفته هي عملته من علبة الكان بتاعة التونة بدأت تحطلها لها برضو الشكل الجبس بتاعها وانت تحط الزلط او التوب وتحط جواها المادة القابلة لاشتعال زي السبرتو او الكحول وبتبدأ ان هي تولعها تعمل فليم شكله حلو قوي من ديكورات اللذيذة قوي الاجواء طبعا الشتاء الحلو طبعا زي ما انتم شايفين يعني الفيديو مليان من الافكار المختلفة يعني انت لو اخدتي بس الفيديو ده كده وحاولت ان انت تطبقي الافكار اللي موجودة فيه كلها بجد هتعملي افكار حلوة قوي في البيت عندك من ديكورات من ساعات من طابلوات على الحيطة لمفارش او كوسترات يعني هتلاقي ان الفيديو متنوع لكم حاجة انت تقدري بجد تعملي منهم كولكشن ديكورات حلوة أوي عندك في البيت فكره برضو لذيذه اوقات السلك عندنا احنا بنبقى محتاجين ان هو يكون ظاهر مش قادرين ان احنا نداريه على قد ما بنقدر فكره حلوه ان هي بدات تجيب طبعا هي هنا جايبه الكور بتاعه البينج بونج وبدات ان هي تعمل فيها فتحات تعملها بالسبراي وتدخلها في الخيط بيبقى فيه اصلا الخرز اللي هو الخشب الكبير ده تقدروا ان انتوا تشتروه برده يعني تشوفوا بقى الاوفر ليكم او الحاجه الاسهل ليكم وتبداوا ان انتوا تدخلوا السلك فيها فدي برضو يعني فكرة حلوة بحيث ان السلك لو هو باين يبقى شكله برضو ديكوري يكون حلو فدي برضو احنا بنحاول نغطي الديفوهات اللي موجودة عندنا في نفس الوقت يبقى الموضوع شكله لطيف وشكله لذيذ الفكرة اللي بعد كده هي بتعمل حاجة عارفين ساعات الباب اللي هو بيحركه فبنحتاج ان احنا نسند الباب طبعا بيبقى فيه مغناطيس في ظهر الباب بيتثبت اكتر او اللي هو الشنكه اللي احنا بنقول عليه يعني في حاجات طبعا حاجات بتكون متركبه لكن لو انا مش عندي ومش عارفه ان انا اركبها ممكن تجيبوا حاجه تقيلة تسندوا بيها الباب في نفس الوقت تبقى قطعه ديكور فهي جابت بالونه حطت فيها رمله وبدات تغطيها بالخيوط بالشكل اللي انتوا شفتوه المتداخل ده ممكن تلف عليها خيط عادي خالص بحيث بس ان هي تديكي شكل ديكور يكون لطيف فدي برضو فكرة لذيذة جدا الفكرة اللي هنتابعها معاها بعد كده للناس اللي عندها بلكونات بتحب الزرع بتحب تعمل أفكار كمان في الزرع ممكن تستخدموا المواسير والألوان والحركات والكلام ده كله انكم تعملوا ستايل حلو كمان عندكم في البلكونات بصوا كل فكرة أحلى من التانية وعارفين يعني الحاجة اللي احنا ممكن نطلع بيها كمان من الفيديو الناس اللي هي دايما بتدور على حاجة تعمل منها كمان زي نوع من البزنس كده ان هي تشغل وقتها وتستفيد كمان من الحاجة اللي هي بتعملها فانت ممكن فكرة من افكار الفيديو دي كلها خلال الفيديو اللي انت بتتفرجي عليه ربع ساعة العشر دقايق ممكن تلاقي فكرة منهم انت مع التجربة وهتحس ان الموضوع سهل وهتقدر ان انت تتقنيها كويس قوي فممكن تخلي دي تخصص بتاعك يعني مثلا مثلا شفنا الافكار اللي هي بتتعمل من الجبس وتقدري ان انت تجيبي بقى القوالب السيليكون والمولد كلها وتقدري ان انت تعملي منها اشكال مختلفة وتدخلي الوان وتفاصيل اللي هو الجزء بتاع الكونكريت تقدروا ان انتوا تعملوه بكل سهولة ممكن ان انتوا مثلا افكار الحاجات اللي من العجينة اللي هي الايردراي تقدروا ان انتوا تعملوا منها اشكال مختلفة ويبقى حاجة براند ليكم يعني تقدري تاخدي فكرة واحدة بس من افكار الفيديو وتتقنيها قوي وتبقي تاخدي كل المهارات المختلفة عنها وتدوري وتبحثي كويس عنها لحد ما توصلي لأحسن خبرة وتبدأي تعملي بقى منتجاتك وتسوقيها فدي برضو من الحاجات اللي انتوا كنتوا بتطلبوها انكم عايزين افكار لسيدات ازاي نقدر نعمل حاجة كنوع من بداية مشروع فدي فكرة من الأفكار ان أنتوا تقدروا تاخدوها من الديكورات وأعادة التدوير وتبدأوا بيها مشروعكم إن شاء الله كده دايما يكون لكم بالنجاح وبالتوفيق وكل حاجة تكون حلوة في حياتكم ويهنيكم يا أمريتي تعالوا نشوف كمان برضو الفكرة اللي بعد كده اللي بدأت تعمل كده حاجة لذيذة قوي مجموعة من الورق بدأت ان هي تجيبه وطبعا انتوا شايفين لونه بني فنفس الالوان اللي هي قريبة قوي للحاجات الخوص وكده فبتبقى برضو شكلها يكون طبيعي اكتر بدأت تاخد الورق تعمل منه ضفاير وبدات ان هي على طبق شايفين طبعا هي مغلفاه بكيس وتبدا ان هي تستخدم الغيره تثبت كل الضفاير دي حوالين الطبق عشان تعمل بوله زي الطبق بالظبط الجزء التاني بدات ان هي تعمله بس ما كانش فيه الجزء اللي فوق المقفول ده ثابت مكانه قطعه آه مفتوحه بدات تعمل له كمان من الجوانب زي ايد كده وثبتت النصين مع بعض عملته باسكت حلو قوي تقدروا برضو تحطوا فيه ديكورات وورد وتفاصيل لذيذه قوي بجد يعني من الورق يعني في الاول وفي الاخر ده من الورق يا جماعه حاجه يعني ممكن احنا بنرميها فعلا نستغل منها افكار كتيره في الديكورات بتاعتنا كمان برضو فكره علب المناديل اللي دلوقتي الحاجات اللي عارفين الشيب اللي هو بيبقى ملهوش شكل معين تحسوا ان هو عبارة عن قطعة توب منحوتة كده او حاجة زي كده شفنا منها افكار كتيرة قوي زي مثلا حتى اللمبات بتاعة النجف تقدروا ان تعملوا ديكورات ده نفس الفكرة برضو عندها علبة المناديل اللي بدأت ان هي تغطيها بكمية من الورق المبروم كده وتعمل عليها من ممكن نعمل من عجينة الجبس ممكن نعمل من خليط الجبس مع الاسمنت بحيث ان احنا نغلف الجزء اللي بره نديله الوان ونعمل تفاصيل كمان لذيذه على الديكورات بتاعتنا دي هنا نفس فكره السيده بتاعه الورق اللي احنا كنا خصصنا لها فيديو مخصوص ليها السيده الايرانيه وكل افكارها بس حسيت ان السيده دي يعني الفكره تكون اوضح اكتر ليكم حبيت اوريكم ان احنا ممكن يعني نعمل اه الموضوع هيبقى مجهد شويه بس ممكن نعمل منه حاجات لذيذه قوي عندنا في البيت فهي بدأت تعمل زي باسكت كده تحط فيه التنظيمات بتاعتها في الحمام فشوفوا برضو الفكرة بتاعتها ممكن تكون أوضح من الفيديو التاني اللي احنا تابعناه مع بعض وكنتوا حابين تشوفوا أفكار أكتر هي الفكرة بتبقى واحدة وانتوا مع الشغل هتبدأوا تعملوا أفكار أكتر وأكتر فكرة الورق ازاي بتشكلوه وازاي بتلونوه وازاي بتبدأوا بقى ان انتوا تعملوا النسيج الحلو اللي هو طالع نازل كده لحد ما تكونوا الجزء بتاعكم وبعدين الأطراف بتبدأوا ترفعوها لفوق وبتلفوا داير ما يدور على الجزء اللي هو الأرضية بتاعت البوكس فيا رب تكون الفكرة واضحة لكم فأنا لقيت السيدة دي بتعمل نفس الفكرة فحبيت إن أنا أوضحها لكم أكتر برضو علشان لو كان في حاجة مش باينة في الفيديو اللي فات تقدروا تشوفوا التفاصيل أكتر هنا وفي الآخر التقفيل طبعا بتقص كل الزيادات والاطراف بتبدا ان هي تدخلها جوه في الفتحات بتاعتها فبكل سهوله الموضوع يعني بيبقى سهل قوي بس هو زي ما انا اتفقنا هو محتاج مجهود محتاج يكون عندكم كميه ورق كبيره قوي بس النتيجه يعني بجد بتبقى مفرحه لما بتعملي حاجه وبتتعبي فيها وبتشوفي النتيجه في الاخر قد ايه بتبقى حلوه انت نفسك بتبقى مبسوطه بنفسك اخر حاجه بقى وصلنا ليها للفيديو كمان لما بدات ان هي تعمل تكمل بقى بقيه الديكور بتاع الحمام وتعمل منظم حلو قوي للفوط كنا شفناه برضو مع السيده ايرانيه قبل كده بسيط وسهل قوي ان احنا نعمله وزي ما أنتوا شايفين يعني من قطع خشب قديمه موجوده عندها بدات تعيد تدويرها وتعمل التنظيم بتاعها الحلو فيديو النهارده حقيقي زي ما قلت لكم لو ركزتوا في كل التفاصيل اللي فيه واخدتوه واحده واحده تقدروا تعملوا كولكشن حلو قوي من الديكورات الجديده عندكم في البيت تقدروا تاخدوا فكره واحده بس وتتكونوها كويس قوي وتعملوه براند ليكم وتعملوه مشروع ليكم يكون مصدر رزق ليكم يعني الفيديو النهاردة كان كامل متكامل سيدة تركية في منتهى الجمال واللذاذة يا رب تكون عجبتكم وفادتكم يا أحلى أمرات ما تنسوش بقى اللايك بتاعكم قبل الفيديو ما يخلص والتعليق الجميل بتاعكم واشتراككم كمان ونتقابل بكرة على خير بفيديو جديد أفكار جديدة وسيدات جديدة كل واحدة بناخد منها فكرة وحيلة وتركية عشان دايما نحاول نخلي بيتنا في أفضل صورة ربنا يرزقكم السعادة والهنا وراحة البال والصحة وكل حاجة حلوة يا أحلى أمراض نتقابل بكرة على خير بإذن الله وأشوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام